سلامة يقول لنبا أنه تواصل مع حفتر لعشر دقائق، ونبا تواصل تحري أخبار حالة حفتر. العميد يحيى الوسطى عمر يقول إن ما ينشره إعلام ميليشيات الكرامة عن قرب اقتحام درنا مجرد دعاية. وغوتيريش يؤكد بأن الوقت قد حان لإنهاء الصراع داخل ليبيا، ويطالب جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للنبأ إنه اتصل بخليفة حفتر الجمعة واستمرت مكالمته عشر دقائق. وأوضح سلامة أن الاتصال جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية حد قوله. من جهته قال الصحفي في جريدة إكسبريس الفرنسية هيوغو فانسون إن خبر موت حفتر إشاعة بثها نائب مصري اعتذر لاحقا عن نشر الخبر. وقال فانسون في تغريدة له على تويتر أن أحد المصادر تواصل يوم الجمعة مع خليفة حفتر واصفا صوته بالجيد خلال المكالمة وفق قوله. هذا وكان عضو بمجلس النواب فضل عدم الكشف عن هويته، قال للنبأ في وقت سابق أنه بلغ بموت خليفة حفتر من مصادر فرنسية. وتنوه قناة النبأ إلى أنها تواصل تحري المعلومات الواردة بخصوص حالة خليفة حفتر. من باريس تتواتر آخر أخبار حفتر الصحية، مصادر متطابقة للنبأ بينها عضو بمجلس النواب رفض الكشف عن هويته، قالت إنها أبلغت بخبر موت الرجل لتتوالى بعدها العواجل عبر وسائل الإعلام والأفراد. وكالات الأنباء الأناضول التركية وسبوتنيك الروسية ومراسل فرانس 24 كلها أوردت خبر موت خليفة حفتر. ليس ذلك فحسب، بل وصل التأكيد من دبلوماسي رفيع في السفارة الليبية بباريس ومن البعثة الأمريكية في ليبيا. منصة تويتر ضجت هي الأخرى بالموضوع، حيث غرد الكاتب السعودي جمال خاشقجي غرد قائلاً إن حفتر أفضى إلى ما قدم، المهم الآن ليس البحث عن حفتر جديد وإنما سلام ومصالحة شاملة في ليبيا، فيما برز قائد شرطة دبي السابق ذاحي خلفان ليؤكد أنه إذا توفي حفتر فإن في ليبيا ألف حفتر. تتواتر أيضا المعلومات عن تحركات الطبقة السياسية تجاه الحالة الصحية لحفتر. رئيس المجلس الرئاسي المقترح لم يكن بعيدا عن المشهد ليرسل مبعوثه إلى صدام حفتر لمتابعة الوضع، لكن الترجيحات تشير إلى أن صدام رفض استقباله. الارتباك بدأ مسيطرا أيضا على أعضاء مجلس النواب والناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري الذي نفى الأمر في بداياته وقال أنه يتابع العمليات العسكرية. أقر بعدها بوجوده في فرنسا لينتقل بعد ذلك مراسل القنوات الموالية للحفتر إلى باريس للحديث عن الموضوع. إذن حالة من التخبط والنكران العام تعيشها ميليشيات الكرامة ومعها وسائل الإعلام الدولية والموالية لحفتر لتثبت النبأ مرة أخرى كيفية تجاهل الإعلام العالمي لمثل هذه المواضيع، وتؤكد أنها تواصل التحري في دقة المعلومات الواردة بشأن موت حفتر. قد شهد مقر قيادة ميليشيات الكرامة بمنطقة الرجمة أحداثا متسارعة فور إعلان تعرض خليفة حفتر لأزمة صحية. تطورات تلخصت بين انسحاب عدد من الكتائب ومطالبات بتعيين بديل مؤقت عن حفتر.
التقرير التالي يعرض أبرز تلك الأحداث. رغم محاولات التكتم على ما يمر به خليفة حفتر من أزمة صحية، إلا أن صداها وصل إلى الرجمة مقر قيادة قائد ميليشيات الكرامة. أحداث تسارعت وتوالت معها ردود الفعل، فكانت بدايتها مع ما انفردت به قناة النبأ من معلومات تفيد بمغادرة نجلي حفتر خالد وصدام المنطقة بعد ورود أنباء عن نية مسلحين من قبيلة العواجير الهجوم على الرجمة. لم تمر ساعات طويلة عن هذه التطورات حتى أعقبتها أخرى تؤكد انسحاب أغلب الكتائب الموجودة بمقر قيادة الميليشيات وبقاء مدير مكتب حفتر عون الفرجاني وحده. تزامن ذلك مع تراجع عسكري بالمنطقة الوسطى لقوات الردع التابعة لمحمد البعيش الفرجاني من الوادي الحمر شرقا وحتى رأس لانوف غربا، تطورات كانت لها صداها على القيادات الموالية لجناح الكرامة في المنطقة. وكانت الرجمة شاهدة على اجتماعات ضمت قيادات من قبيلة الفرجان وضباطا مصريين تدارسوا خلالها سبل التعامل مع الأزمة. وأفادت مصادر لقناتنا بأن هناك ضغوطا قبلية وعسكرية على رئيس مجلس النواب عقيل صالح لتعيين قائد عام مؤقت بديلا عن حفتر. تفاصيل هذه الضغوطات تبرز من خلال مطالبات قوات الساعقة بتعيين رئيس الأركان عبد الرزق النظوري في المنصب، فيما تتجه قبيلة الفرجان لتعيين آمر غرفة عمليات الكرامة عبد السلام الحاسي نائبا لحفتر كونه الأكثر طواعية من النظوري. وصف مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى الأسطى عمر ما ينشره الإعلام الموالي لميليشيات الكرامة عن تحشيداتها بالدعاية التي غرضها مجرد الرفع من معنوياتهم. وقال عمر في تصريح للنبأ أن ميليشيات الكرامة تسعى لإقحام درنا في حرب أهلية مع جيرانها. وأضاف مسؤول الملف الأمني أن قوات مجلس شورى مجاهدي درنا على استعداد لأي هجوم تشنه ميليشيات الكرامة على المدينة. أفاد عضو تجمع أهالي درنا ويدي الجزيري أن سكان المدينة ما زالوا يعيشون حالة من الهلع والخوف بسبب تهديدات ميليشيات الكرامة المتواصلة. وأضاف الجزيري في تصريح لقناة النبأ أن الأوضاع المعيشية في المدينة ما زالت متردية مع استمرار أزمة تكدس القمامة وسط درنا ما يدير بكارثة بيئية. وأكد عضو تجمع أهالي درنا أن مستشفى الأهريش لم يعد يستطيع تقديم خدماته للمواطنين نتيجة عدم توفر المواد الأولية، إضافة إلى النقص الحاد لمواد ذوي الاحتياجات الخاصة. أفاد رئيس المجلس المحلي السابق لحي الطيوري آدم دازي أن الحي يشهد توقف لإطلاق النار بعد اشتباكات دامت لأيام حوله. دازي وفي تصريح للنبأ أوضح أن الحي ما يزال يعيش أوضاعا معيشية صعبة جراء التوتر الأمني، وهو ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي واضطرارهم لاستعمال الطرق الفرعية بديلا عن الأماكن التي تشهد تمركزات عسكرية. وأضاف دازي أن هناك تحركات على المستوى الاجتماعي لإنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاق شامل يضمن عودة الأهالي إلى ديارهم. أفاد الناطق باسم مجلس حكماء سبأ حسن رقيق بأن مدينة سبأ ما زالت تعيش أوضاعا أمنية صعبة جراء الاعتداءات المسلحة من قبل من أسماهم بالجماعات الخارجة عن القانون. أركيج في اتصال مع النبأ قال إن الاختراقات الأمنية أثرت سلبا على الحياة الطبيعية وأدت إلى توقف جزئي في العملية التعليمية وتقديم الخدمات الحكومية، منوها لأن هناك محاولات اجتماعية ورسمية لضبط الأمن والحد من الاعتداءات.
استلم مركز سبها الطبي شحنة من المواد والمستلزمات الطبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحة بفيسبوك الخميس، فإن الشحنة تحتوي مستلزمات التخدير وضمادات الحروق والجروح ومحاليل وريدية مختلفة وبعض المواد الأخرى. ولفت المركز إلى أن أنواع الأدوية الجراحية كافية لعلاج ما يقارب من 50 جريحا من مختلف الإصابات. كشف مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض عن حاجة أكثر من 1,000,000 شخص في ليبيا إلى مساعدة إنسانية نتيجة معاناتهم من ظروف الحرب. عوض خلال مؤتمر صحفي عقده بتونس الخميس وصف الوضع الإنساني في ليبيا بالحرج، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية غير متوفرة في أغلب المناطق. أضاف أن حاجة معظم الليبيين إلى المساعدات الإنسانية دفع العديد منهم لترك قراهم إما بطرق عفوية أو قسرية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع داخل ليبيا. وطالب في جلسة لمجلس الأمن عن الشرق الأوسط جميع الأطراف في ليبيا بضرورة الانخراط في العملية السياسية واستئنافها في أسرع وقت ممكن. وشجع الأمين العام الأطراف على مواصلة عملهم مع المبعوث غسان سلامة لتطبيق خطة الأمم المتحدة للحل السياسي في البلاد. من جهته قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة المهربة. سلامة وخلال كلمة له في الاجتماع التحضيري للقمة العربية 29 المقرر عقدها بالسعودية أشار إلى أن العمل جار على وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة. أضاف سلامة أن البعثة الأممية ساعدت ليبيا على وضع قاعدة انتخابات جديدة ساهمت في تسجيل أسماء الناخبين ومضاعفة نسبتهم. العاصمة مستمرة وفيها بعد قليل. المفوضية الأممية للاجئين تعلن ارتفاعا في نسبة وفيات المهاجرين عبر ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة من جديد. أهلا بكم. قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا ماريا ريبيرو أن انتشار المجموعات المسلحة والألغام الأرضية بليبيا يعرض النساء للنزوح والعنف. وأعربت ريبيرو في تصريحات نقلتها صفحة البعثة على فيسبوك عن قلقها تجاه استمرار العنف والصراعات المحلية التي تكون النساء أول ضحاياها. وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية أن البعثة تعمل على مشاركة المرأة الليبية في العمليات التشاورية لتحضير للملتقى الوطني وفق تعبيرها. وفي خبر آخر قال عضو المجلس البلدي نالوت عاطف برجيج إن آمر كتيبة أحرار نالوت صالح عمران توفي إثر حادثة سير خلال مطاردته لعصابة تهريب على مقربة من الحدود الليبية التونسية. برجيج وفي اتصال مع النبا ذكر أن عمران ومعه 2 من عناصر الكتيبة تعاقبوا سيارة تهريب وحاولوا القبض عليها، غير أن سيارتهم انحرفت عن الطريق وتدحرجت ما تسبب في وفاة عمران وأحد عناصر الكتيبة. أشار بلدي نالوت إلى أن حرس الحدود التونسي الذين كانوا أقرب إلى موقع حادثة السيارة أسعفوا المجموعة إلى داخل الأراضي التونسية.
قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نسبة وفيات المهاجرين عبر ليبيا ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى واحد من بين كل 14 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعربت المفوضية في تقرير نقلته وكالة آكي الإيطالية الخميس، أعربت عن قلقها جراء تراجع الحالة الصحية للقادمين من ليبيا نتيجة الإعياء والوهن أثناء رحلات العبور دون العناية بهم. وكشف التقرير أن أعداداً من المهاجرين الواصلين إلى أوروبا بحراً تراجع بنسبة تجاوزت 70% خلال الأشهر مقارنة بما كانت عليه في المدة نفسها من عام 2017. وفي ملف الهجرة أيضا، أنقذ جهاز حرس السواحل الليبية 137 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل طرابلس كانوا على متن قارب مطاطي. وبحسب ما نشره مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الخميس، فإن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية وعربية، بينهم أكثر من 19 امرأة وأربع أطفال. وقدم قسم لواء بالجهاز المساعدات اللازمة للمهاجرين ونقلوا إلى مركز إيواء المهاجرين بطريق السكة. كما تمكنت وحدات من حرس السواحل الليبية نقطة مصفاة الزاوية من القبض على 125 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة. هذا واستقبل مركز النصر لإيواء المهاجرين استقبل عددا من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم أطفال ونساء، وقدمت لهم المساعدات الطبية والإنسانية من قبل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة النصر ومنظمة الشيخ الطاهر الزاوي. اليوم احنا في مركز ايواء النصر للهجره غير الشرعيه، فيه مجموعه من الهجره غير الشرعيه اليوم تم احضارهم للمركز، جايين من البحريه، جايبينهم جماعه البحريه من البحر، واعتقد انهم وفق الروايات نتاعهم انهم طالعين من جدايم. الاعداد نتاعهم 125 متوزعين على الصومال 47 رجال 37 نساء 6 اطفال، نيجيريا 6 رجال وامراه، السودان 17 رجال 2 نساء و 3 اطفال، غانا 2 رجال والسنغال 3 ومالي 1 فيهم. قال مدير مكتب شركة الإبريقة لتسويق النفط بسبها عامر العدلي إن حجم كميات الوقود التي وصلت إلى المدينة والمناطق المجاورة لها بلغت نحو 3 ملايين لتر. العدلي وفي اتصال مع نبأ أوضح أن الشحنات التي تأتي تباعا من مستودعات مصر توزع وفق إجراءات تضمن الوصول إلى كافة المحطات بسبها ووادي البوانيس وبلديات الشاطئ. أشار العدلي إلى أن الوضع الأمني خارج المدينة حال دون الوصول إلى باقي مناطق الجنوب خاصة الحدودية منها. ندد أهالي ومشايخ وادي عتبة بالوضع الذي آلت إليه البلاد من ترد في المعيشة ونقص كافة مقومات الحياة فيها. وطلب الأهالي خلال وقفات احتجاجية الحكومات في البلاد بتحمل المسؤولية الكاملة عما يعيشها المواطن في الجنوب ومناطقه بشكل خاص، وضرورة وضع حلول جذرية لهذا الوضع. نرجو من المسؤولين ينظروا إلى الجنوب وينظروا إلى جزماء ووفر كل الحاجات ووفر كل الظروف باش على المشاكل القائمة سبب التشكاليات في جميع الحاجات، يعني في الأدوية وفي الوقود وفي السيولة في كل حاجة. شارع التمانية يوجد فيها الكثير من العقار ونحن نحتاج إلى مصل. طلب تجمع شباب البركت في بلدية غات برفع سقف عدد الأطباء المرسلين من لجنة القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة المقترحة وزيادة اختصاصاتهم. جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الصحة عمر طاهر، حيث طلب ممثل التجمع أيضا برفع درجة المركز الصحي البركت إلى مستشفى قروي نظرا لعدم قدرة مستشفى غات على تلبية احتياجات مواطني المنطقة بعد نزوح عدد من الأهالي في القرى المحيطة
خلال الفترة الحالية. أقيم حفل تكريم لعميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي الهوني، والتقرير التالي يوضح مزيدا من التفاصيل حول هذا التكريم. لم تكن البادرة الأولى أو الأخيرة التي قام بها التجمع الليبي للإصلاح والإنماء في إطار مبادرته الداعمة لحرية الصحافة وتكريما لأعمدتها. في أمسية ضمت العديد من الصحفيين الليبيين رعاها التجمع الليبي، كرم خلالها عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني تقديرا ووفاء لعطائه الصحفي لأكثر من نصف قرن أثرى بها كبر الصحف الليبية طيلة هذه العقود من عمره الصحفي. احنا اعترنا إلا أن نكون يعني موجودين في هذا المحفل الحقيقي المهم جدا، اللي من خلاله حاولنا أن نوصل رسالة للأستاذ السنوسي أن هو حقيقة من 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 الناس الضليعة في الصحافة، وحاولنا من خلال ذلك أن نوصل رسالة حتى من الصحفيين أن يحدو حدو هذا الرجل الفاضل، ونتمنى أن ترتقي الصحافة إلى مستوى مهنية خبر. بدوره عبر الأستاذ السنوسي الهوني عن فائق امتنانه وشكره لهذه اللفتة من قبل الصحفيين والمؤسسات الداعمة للعمل الصحفي، منوها إلى المزيد من التكريم للمبدعين الذين تزخروا بهم البلاد. في هذه الاحتفالية الخامسة التي تأتي من مجموعات شبابية ومنظمات أهلية، لم مكرم لا في المملكة ولا في الجمهورية ولا في الجماهيرية ولا الأيام هذه كلها، وهذا نبع اعتزازي لنا الحمد لله. الشباب متواصل معهم. أمسية وجد فيها الأستاذ السنوسي فرصة لتوجيه الصحفيين الجدد حول الكتابة الصحفية والتأكيد على أن مهنة الصحافة هي فن وابتكار وحنكة وميران يحتاجها الصحفي للرقي بها بعيدا عن الإخلال. أن يكون يملك الموهبة، الدراسة ما تخلقش الصحفي، الموهبة الدراسة تنمي الموهبة، تفتح أفاق أمام الموهبة. لذلك حتى التوجيه في الشهادة الثانوية العامة للإعلام بالذات والصحافة بالذات أنا ضدها. كلمات الحاضرين أجمعت على مواصلة الدعم للصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الكتاب والمثقفين في وقت يتزايد فيه القمع لحرية التعبير، آملين أن تسهم الصحافة في تنشيط الحراك الثقافي في ليبيا. افتتح الجمعة مسجد الإمام البخاري بمنطقة جيلة غرب طرابلس، والذي يعد أكبر مساجد البلاد مساحة. المسجد استغرق بناؤه 15 عاما، يسع لحوالي 2400 مصل، وأنشئ على أرض مساحتها تقدر بنحو 20,000 متر مربع. كما يحتوي المسجد على عدة مرافق، من بينها مدرسة قرآنية وصالة استقبال وعدة فصول دراسية خاصة بالنساء. الافتتاح شهد احتفالية حضرها حشد من سكان المنطقة وأعضاء بالمجلس البلدي بجنزور ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالبلدية. احنا اليوم احنا نحتفل بافتتاح مسجد الإمام البخاري، وهذا من المساجد اللي فتحت حديثا، من المساجد اللي تستوعب عدد من المصلين يفوق 2400 في الساحة الداخلية، والساحة الفوقية حتى تستوعب حوالي فوق 1000 شخص. وهذا إنجاز تم بفعل الناس الخيرين من أهل المنطقة ودعم المؤسسات المدنية في داخل بلدية جنزور. واحنا كبلدية جنزور والمؤسسات الموجودة، المؤسسات الأمنية
العسكريه قائمين بحفظ الامن، ونتيجه الامن اللي بمدينه زنزور هو اللي خلى الشركات والمقاولين يشتغلوا نتيجه توفر الامن. ختام العاصمة، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني النبأ.tv وأيضا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.